عندي 72 سنة، عندي 10 سنين تقريبا، قد 10 سنين أكثر من 10 سنين خلاص والله شغال على السوق، مع منطلون، مع جلبية، مع عباية، مع ستارة بعملها، أي حاجة شغلها بعملها أنا، أي حاجة بعملها في الشغل. عمي علمها لي من صغري من 7 سنين، مدرسة ما رحتش مدرسة. الناس قاعدين من زمان، الناس كويسين معايا، ياخذوش فلوس مني ولا ياخذوا اي حاجه مني، عارفه من زمان يعني. الدكاكين غاليه وجرات غاليه والسوق ما فيش، لو في دكاكين 3000 4000 تجيب من فين 3000 4000؟ السوق فين؟ فين الشغل؟ نجيب يا دوب مصاريفنا والمعاش قليل 323 الشؤون، وفي زيادة من ساعتها ما في زيادة زي اللي اشتغلت الحمد لله يعني. أي حاجة أعملها، بس الزمن ده ما في زي الأول، كله جاهز، يعني بلدي سوداني أي حاجة أعملها، يعني فرنجي سوداني. وزيرة تقول لك ما في زيادة، كل سنة أقول لك ما في زيادة. زيادة ليه؟ ناس بتاخد معاشات وتاخد 600 700 800، أنا واخد أوضة 500 جنيه يا دوب جايب مصاريفه، أكله بكام وشرب بكام، أكل بكام وأشرب بكام، يعني أقل يوم بكام مصاريفك؟ عاوز 70 80 جنيه عاد أكل أتغدى وأتعشى وألم الأجار، لما لمت 10 جنيه من السوق، فين السوق؟ مفيش شغل، شغل مريحش خالص، يا ريت في شغل زي الأول، مفيش، راتب قليلة، المعاش لو معاش كويس ما اشتغلش رأي كبير في السن زي ده، اشتغل على المكنة بس، عودي مكنة نظيفة وعودي دكان بس، سلام الدنيا، عاوز دكان ومكنة بس.